في النادي الاهلي وبتحديد فيما يتعلق بفريق الكره الاول بالنادي الاهلي، وهو بيتعلق بايه؟ بشباب النادي الاهلي. عندنا بعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين بيتمرنوا مع الفريق الاول لكره القدم خلال الفتره الحاليه وخلال التحضيرات الحاليه للموسم الجديد، ولاعبين مميزين قوي، ومستر لاسارتي معجب ببعضهم بشكل كبير جدا جدا جدا، وشاف ان هم هيكونوا اضافه للفريق الاول، فبالتالي تقرر سفرهم مع الفريق ان شاء الله لاسبانيا عشان مستر لاسارتي يتفرج عليهم بوقت اكبر، مساحه اكبر، بتركيز اكتر، يشوف قدراتهم ايه، امكانياتهم ايه، امكانياتهم كمان التكتيكيه والخططيه ذهنيا عاملين ايه. كل الامور دي هتبان بشكل اكبر فين؟ في المعسكر ان شاء الله في اسبانيا. فعشان كده في عدد من الشباب المميزين جدا اللي هيكونوا متواجدين مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه في معسكر اسبانيا، وده بالتحديد برضو بالتنسيق ما بين الجهاز الفني، لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب، وخصوصا ان مستر لاسارتي شايف ان في بعض اللاعبين اللي يستحقوا ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي خلال الموسم الجديد. البعض ممكن يكون مركز بشكل كبير، وكلنا في الحقيقه يعني بنركز بشكل كبير في موضوع الصفقات واللاعبين اللي هيجوا وكلام من ده، لكن النادي الاهلي ماشي في اتجاهين، اتجاه بتدعيم الفريق ببعض الصفقات اللي محتاجها النادي الاهلي، اللي محتاجها النادي الاهلي، الاهلي مش بيتعاقد مع صفقات وخلاص، ومش بيجيب كم هائل من الصفقات عشان يبقى اسمي انا ايه، جبت لعيبه كتير قوي وعملت اللي عليا ومش عارف ايه. النادي الاهلي مش طريقته خالص، مش ده السيستم بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشوف النواقص اللي عنده ايه وبيدعمها، فده الاتجاه الاولاني والنادي الاهلي ماشي فيه بشكل مميز جدا، تمام؟ الاتجاه الثاني وهو خاص بقطاع الناشئين في النادي الاهلي واللاعبين اللي يستحقوا ان هم يكونوا متواجدين في الفريق الاول واللي ممكن يدعموا الفريق في الموسم الجديد فنيا بشكل مميز، ده الاتجاه الثاني. فبالتالي النادي الاهلي ماشي في الاتجاهين دول بشكل مميز جدا، وان شاء الله باذن الله هنلاقي قوام متكامل كامل متكامل للنادي الاهلي في الموسم الجديد من حيث اللاعبين، وكمان من الجانب الاداره الفنيه اللي فيه ثقه كبيره جدا بمستر مارتين لاسارتي اللي جه في ظروف صعبه قوي في الموسم اللي فات، جه في نص الموسم ومباريات كلها ورا بعض صعبه جدا، فبالتالي ان شاء الله عنده فرصه مهيئه، وكلام بنعيده وبناكده على حضراتكم باذن الله هيكون عنده فرصه مهيئه جدا جدا لايصال الفكر الفني بمستر لاسارتي للاعبين. ده باذن الله هيحصل من خلال المحاضرات الكتيره، والناس النهارده في محاضرات وامبارح كان في محاضرات، كلها محاضرات فنيه وتكتيكيه وخططيه مستر لاسارتي بيتكلم فيها مع اللاعبين، ومن خلال معسكر اسبانيا ان شاء الله الفريق هيسافر يوم الجمعه اللي جايه فجر الجمعه بالتحديد ان شاء الله لاسبانيا عشان يقعد حوالي 11 12 يوم هناك، يرجع منتصف الشهر اللي هيبتدي بكره ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تكون مرحله فيها كم كبير جدا من التوفيق يحالف النادي الاهلي في التحضيرات الهامه جدا للموسم الجديد المليء والمليء بالكثير من التحديات. فاطمنوا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ماشي بشكل جيد جدا، وتركيز كبير جدا عند المسؤولين في النادي الاهلي بحسم كل الامور اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم عشان ان شاء الله باذن الله نشوف اداء جيد، نتائج جيده، بطولات باذن الله زي ما حضراتكم متعودين دايما للنادي الاهلي.